قطع واخر الكلم فقط بأي شيء كان، يعني يقول ذهبت إلى المدرسة صباحا أي شيء، المهم أنه لا يسكن. هكذا بعض الناس يظن هذا هو الإعراب. لا، الإعراب له قوانين محددة ومعروفة. وإذا أردنا أن نعرف يعني جمال اللغة العربية فلننظر إلى من ينطقها يعني من غير العرب حينما يتحرى النطق الصحيح ويتكلم باللغة العربية الفصحى. نحن سمعنا